طرق سحب العينات اللي هي سامبلينج سامبلينج تكنيك. هناك طريقتان لسحب عينه محدوده الحجم من مجتمع منتهي من الوحدات او المشاهدات. اول حاجه عندك السحب بالارجاع يعني بالاعاده with the replacement، ثانيا اللي هو السحب بدون ارجاع اي بدون اعاده without replacement. بالنسبه للسحب بالارجاع نقوم بإعادة الوحدة المسحوبة بعد أخذ نتيجتها إلى المجتمع، وذلك طيلة عملية السحب، أي أن كل وحدة يمكن أن تختار أكثر من مرة لتكون ضمن العينة الواحدة. أما بالنسبة للسحب بدون إرجاع اللي هو without replacement، حيث لا تتم إعادة الوحدة المسحوبة إلى المجتمع، أي أن كل وحدة ممكن أنك تختارها لتكون في العينة الواحدة مرة واحدة فقط. عندي الطرق الممكنة لسحب عينة حجمها N من مجتمع حجمه N capital، يعني أنت عندك تسحب عينة اللي هو N small من مجتمع كبير اللي هو مثل ال N capital. عندك حاجتين، يا أما بالترتيب يا أما بدون ترتيب. بالنسبة بالترتيب يا أما يكون عندك بالإرجاع، في هذه الحالة حتقعد هنا ال N capital أس ال N، اي ان الان كابيتال اللي هو حجم المجتمع والان سمول اللي هو حجم العينه. بدون ارجاع انك انت تستخدم ايش التباديل، عندك انا بي وعندك انا ان كابيتال وان سمول. في حاله لما يكون هنا بدون ترتيب مفهوش مهم الترتيب جدا، فعندك خيارين، يا اما في هنا بالارجاع او بدون ارجاع. في حاله بالارجاع معناه بتستخدم ايش تستخدم التوافيق، بس هنا يكون عندك هنا ال N اللي هو حجم المجتمع زائد ايش حجم العين ناقص واحد، ولو طلع عندك حجم العين بدون ارجاع اي عندك اللي هو ال C اللي هو التوافيق حجم المجتمع ال N capital وال N small حجم العين. مثلا بكم طريقه يمكن كتابه كلمه مكونه من حرفين باستخدام الحروف A و B و C، يعني عندك انت تو ثلاثه احرف وانت بتكون ايش كلمة من حرفين فقط. نجي هنا اولا بالترتيب وبالارجاع، اثنين بالترتيب وبدون ارجاع، ثلاثة بدون ترتيب وبالارجاع، اربعة بدون ترتيب وبدون ارجاع. في الاول طبعا الحل عندنا نحن شو هنا حجم المجتمع الان كابيتال كم يساوي ثلاثة، وحجم العين انك تختار كلمة شو هنا من حرفين الان يساوي اثنين. يبدأ معنا عندك هنا الحرف الاول وهنا حرف الثاني، عندك هنا مقسم هنا A و B و C وهنا A و B و C. يعني في حالة أنت لو بترتب الحرف الأول A مع A يعطيني AA، والB مع الـ ABA، وC مع الـ A اللي هو CA، وهكذا كما ترى في إيش في هذا الجدول. هذا في حالة إيش بدون نرجع. يعني رقم واحد عدد الكلمات أو العينات المكونة حرف من حرفين التي يمكن تكوينها من مجتمع مكون من ثلاثة أحرف بالترتيب وبالإرجاع، يعني معناها N كابيتال اللي هو شو هنا هذه يمثل لي اللي هو ال N متاع حجم المجتمع، وهذه المفترض طبعا هي تكون N small اللي فوق الأس اللي هو حجم العين. كم حجم المجتمع؟ ثلاثة. كم حجم العينة؟ اثنين. يبقى معناها ثلاثة أس اثنين اللي هو يعطيني تسع كلمات، وتكون بهذا الشكل اللي هو AA AB AC BA وهكذا كما مر في الجدول السابق. رقم اثنين عدد الكلمات المكونة من حرفين التي يمكن تكوينها من مجتمع مكون من ثلاثة أحرف بالترتيب، هنا يتوى شنو الزمد الترتيب وبدون إرجاع. في هذه الحالة نستخدم إيش؟ نستخدم التباديل كيف ما قلنا، هنا B وهنا N كابيتال وN small، وطبعا عارفين ايش قانون متاع التبديل اللي هو المضروب، حناخد مضروب هنا ال N مقسوم على مضروب ال N capital ناقص ايش ال N، ويعطيني بهذه ايش بهذه الكيفية ال A B A C B A C A C B. ثلاثة عدد كلمات المكونة من حرفين التي يمكن تكوينها من مجتمع مكون من ثلاثة أحرف بدون ترتيب وبالإرجاع، نستخدم ايش التوفيق اللي هو ال C حجم المجتمع زائد حجم العينة ناقص واحد. بالنسبة ليش لحجم العينة هيعطيني اللي هو ست كلمات. أما بالنسبة طبعا لعدد الكلمات المكونة من حرفين والتي يمكن تكوينها من مجتمع مكون من ثلاثة أحرف بدون ترتيب وبدون إرجاع اللي هو قانون
التوافير، وعندي هنا الان كابيتال اللي هو حجم المجتمع، والان سمول اللي هو حجم العينة، حيبقى اللي هو توفيق 3 بالنسبة لي 2، يعطيني ايش 3 كلمات اللي هي الاي بي والاي سي والبي سي. مثال: بكم طريقة يمكن سحب كرتين من صندوق يحتوي على 4 كرات؟ عندي صندوق فيه 4 كرات، ونبي كم طريقة نسحب فيها شو هنا؟ نسحب فيها كرتين. رقم 1 بالترتيب وبالإرجاع، بالترتيب وبالإرجاع، يعني لا نسحب الكرة ولكن يتم إرجاع. رقم 2 بالترتيب وبدون إرجاع. رقم 3 بدون ترتيب وبالإرجاع، وبدون ترتيب وبدون إيش إرجاع. الحل طبعا عندي أنا اللي هو الحجم المجتمع اللي هو كم كرة؟ 4 كرات، وحجم العينة اللي هو إن سمول يساوي 2. لنفترض أن الكرات مرقمة من 1 إلى كم؟ إلى 4. طبعا هنا 3 المفروض تكون هنا 4، فيكون عدد العينات التي يمكن سحبها هو